أيها الإخوة والأخوات، عرفت القضية الوطنية والقضية الفلسطينية مستجدات في مؤخرا بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وما تلاه من ربط بين ذلك والقضية الفلسطينية، وما تلاه من نقاش حول المسألة، مما جعل أصواتا نشازا تريد أن تخرق شرخا أو تحدث شرخا بين القضية الفلسطينية وعلاقتها بالقضية الوطنية. ولهذا السبب ننظم أو تنظم حركة التوحيد والإصلاح مثل هذه الأنشطة، لنفهم جيدا العلاقة بين القضيتين. وفي هذه الليلة نستضيف أستاذنا وشيخنا أبا زيد لكي يحدثنا ويوضح لنا الربط الصحيح بين القضيتين الفلسطينية والوطنية. وكي لا أطيل عليكم، أعطي الكلمة لأستاذنا في حدود ما اتفقنا عليه ساعة إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك نفتح باب النقاش لإخوتي والأخوات. فليتفضل أستاذنا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا وقائدنا إلى الخير إلى جنات النعيم، محمد بن عبد الله رسول الله صفي الله نجي الله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ويسعدني أن أكون ضيفاً على إخواني الأحباء بعد أن يسر الله هذا القرب الافتراضي، وإنني لأسأل الله عز وجل كما تسألون جميعاً في صلواتكم وفي خلواتكم وجلواتكم وفي دعائكم أن يرفع عنا هذا البلاء الذي حاق بالبشرية جمعاء، حتى نعود للتلاقي الحقيقي وليس فقط الافتراضي. أيها الأحباب، كان بودي أن أتكلم وأنا أصطحب هذه السعادة التي تغمرني كضيف معكم وضيف لكم، ولكنني عاجز على ذلك لأن الموضوع محزن، لأنه موضوع خطير، لأنه يتعلق ليس فقط بمصير فلسطين كما كنا نتحدث دائما، وإنما يتعلق أيضا بمصير المغرب. لقد اقترحت على الإخوة عنوان الربط الصحيح بين القضية الوطنية والقضية الفلسطينية، وذلك لأن الربط الذي نعيش سياقه هذه الأيام، وهو موسمنا، وهو عزاء لبعضنا وعرس للبعض الآخر، هذا الربط لا يمكن أبداً بجميع المقاييس أن يكون صواباً، ولا حتى أن يكون اجتهاداً مرجوحاً، ولا يمكن أن يقيم بين القضيتين رابطة صحيحة. والسبب بسيط، لن أتكلم طبعاً عن القضية الفلسطينية ولا عن القضية الوطنية، كل من هاتين القضيتين تحتاج إلى مقررات وليس إلى محاضرات، وإنما سأتكلم عن هذا الربط المغرد الذي أنشأه ترامب بتغريدته المشؤومة، ثم بقراره يوم 10 دجنبر 2020. هذا الربط الحاصل اليوم عقده ترامب
حتى لا يكذب أحد على نفسه، فهو المتحكم في سياقته وسياقه. ورغم أن ترامب ذهب، فأمريكا باقية إلى أن يشاء الله، وإسرائيل باقية إلى أن يشاء الله، والصهيونية باقية إلى أن يشاء الله، وحبل الناس الذي شاءه الله باق إلى أن يشاء الله، إلا بحبل من الله أو حبل من الناس، وقد ذهب حبل الله عنهم لفسقهم وفجورهم وتكذيبهم الأنبياء وقتلهم إياهم وافتخارهم بأنهم قتلوا المسيح وكراهيتهم وعنصريتهم لكل خلق الله من سواهم، وكل الأفعال والجرائم التي فصلها القرآن الكريم من سورة البقرة إلى سورة الحج، والتي فصلها التاريخ من وفاة سليمان عليه السلام إلى اليوم. هذا الحبل من الناس باق إلى أن يشاء الله، وبالتالي فمن الكذب على النفس، ومن استبلاد المغاربة، ومن استحمار الأمة الإسلامية هذا الاحتفال الفولكلوري بهذا الحدث، وكأننا من أنشأه، وكأننا من أقامه، وكأننا من أحدثه، وكأننا من أنجزه. والحاصل أنه إنجاز القوة الصليبية العظمى في آخر نفس لأحد أكثر رؤساء البيت الأبيض سوء خلق ورعونة وجهالة وصليبية وعنصرية وعقلية استعمارية متمكنة. ولأنه ربطهم فهو ربط مقلوب، وهو ربط بمنطق العدو، ولهذا لا يمكن أن نربط بين وهم تحقيق مصلحة وطنية مع التفريط البين في قضية إسلامية وقضية إنسانية وقضية استراتيجية وقضية مصيرية، بل وحتى هي قضية وطنية إذا استحضرنا مخاطر التطبيع. أما الربط الصحيح الذي نقترحه في هذه المحاضرة فهو ليس اجتهادي أو رأيي، ولا رأي الأستاذ عز الدين توفيق، ولا رأي عزيز هناوي وأحمد ويحمام، ولا رأي أحمد الريسوني. فنحن جميعا متهمون. أن موقفنا من القضية الفلسطينية وعلاقتنا بها محكومة بمنطق حماس، لأننا إخوان، وإلى أن تطبع حماس فنحن نرفض التطبيع لأننا تبع لها، لأننا عملاء لها، هكذا يقولون عنا. هذا التفسير التآمري وهذا التفسير الطائفي الضيق وهذا التفسير التخويني لا يلزمنا في شيء. ولهذا نحن من باب فبهت الذي كفر سوف نترك رأينا واجتهادنا ومرجعيتنا ورؤيتنا الدينية والسياسية والتاريخية والاستراتيجية، وسننظر إلى المغرب، إلى المغاربة. أليس هناك قوم يتصدقون بتمغرابيت؟ وحتى إنهم صاروا الآن يروجونها في التلفزيون المغربي في برامج عنوانها تمغرابيت. فلننظر في تمغرابيت التي لا يمثلها الصينيون أو سكان جنوب إفريقيا، إنما يمثلها المغاربة. إنهم أجدادنا، أجدادنا الذين صاغوا لنا هويتنا، هذه الهوية التي هي أساس وجودنا مثل جميع الأمم. لا توجد أمة إلا وأساس وجودها هويتها، وهذه الهوية صاغها الأجداد عبر حركة كفاح وتدافع وصراع وبناء وتشييد وإنشاء وابتكار ومكابدة واستشهاد وعرق ودموع ودماء. كل الشعوب هكذا،
ونحن لسنا بدعا منها. إذن انطلاقا من هويتنا التي صاغها أسلافنا، نبحث في ضابط الربط الصحيح بين القضية الوطنية والقضية الفلسطينية، سواء كان الأمر يتعلق بأجدادنا الأقدمين الذين صاغوا هويتنا في عهد أدارسة وعهد المرابطين إلى عهد المرينيين، أو سواء تعلق الأمر بأجدادنا الأقربين الحركة الوطنية والتي سميت وسمت نفسها وسماها التاريخ بالحركة الوطنية السلفية أو بالسلفية الوطنية. سواء أجدادنا الأقدمون أو أجدادنا الأقربون هم من صنع هذا الوطن، وهم من أنجز تاريخه، وهم من صاغ هويته، ونحن نريد الرجوع إلى هذه الهوية كما صاغها المغاربة وفق منطق تمغربيت، لكي ننظر كيف هم فهموا العلاقة بين المغرب وفلسطين. وأول ما يبدهنا ويشدهنا ويقفز إلى المشهد أمامنا أن عقلية أجدادنا الأقدمين والأقربين في الربط بين القضيتين ليست مختلفة فقط مع هذا الربط الترامبي المغرد الملغوم، وإنما هي نقيض 180 درجة لهذا الربط. لم يفهم أجدادنا الأبعدون والأقربون أن منطق الربط والتفريط في إحدى القضيتين في سبيل وهم كسب القضية الأخرى، وإنما كانوا يرون القضيتين قضية واحدة تعالج بمنطق واحد، هو الجهاد في سبيل الله ومواجهة العدو، هو رفض هذا المد الإمبريالي سواء كان صليبيا في المغرب أو صهيونيا في فلسطين، هو التكاتف والتكامل والتساند والقتال في صف واحد كأننا بنيان مرصوص، وبذل المسكين للمسكين وستر العريان للعريان ودعم الشهيد للشهيد وإعطاء الفقير للفقير وتبرع المحتاج للمحتاج برابطة الإيمان التي تتجاوز كل الحدود الجغرافية والطبوغرافية والسياسية والاستعمارية المفتعلة. لم يرى أجدادنا عبر التاريخ إلا هذا الربط الواحد والأوحد الوحيد الذي يريد أن يحتفظ على خط التاريخ كما خطه الأجداد، الذي يريد أن يكون مغربيا حقيقة وبشكل صحيح، الذي يرفع شعار تمغربيت بنية صادقة ورؤية سليمة. عليه أن يمضي على هذا الطريق، ولأن الوقت لا يسمح بالتفصيل فإنني سوف أقفز على المحطات التاريخية السابقة حتى لا يطول الحديث، وحتى لا يزعم زاعم أن هذا زمن قديم له منطقه وشروطه وقوانينه وسياقه وقت تغيرت الدنيا. فلن أتكلم عن أول دخول الإسلام إلى المغرب وعن إنشاء طريق الحج عبر القدس منذ سنة 58 هجرية، وعن مرور المغاربة بطريق اختياري عبر القدس وليس عبر الطريق الأسهل المباشر من القاهرة إلى أسوان ثم عبر البحر الأحمر إلى جدة، ولن أتكلم عن العصر الموحدي وما حصل فيه من نصرة عظيمة للأسطول المغربي تمكن بها المجاهد صلاح الدين الأيوبي من الانتصار على الصليبيين وفك الحصار عن شواطئ الشام، ولن أتكلم عن الصلة في زمن المرينيين، ولن أتكلم عن أوقاف المغاربة في ذلك الوقت كإنشاء أنشأوه، وإن كانت اليوم هي تعنينا كأمانة علينا مسؤولية.
سي ابو زيد، سي ابو زيد راه الصوت مغلق عندك. سي ابو زيد، هل هذا حصل من البداية؟ لا، فقط حصل قبل ثواني معدودة. خلاص الحمد لله. إذن كل كلامي السابق سمع، ولن أتكلم عن حائط المغاربة وحي المغاربة، وإن كان قد أنشئ في التاريخ ولكنه أمانة الآن. سوف أتكلم فقط عن القسم الثاني من أجدادنا وأسلافنا، وهم الأقربون، وأعتذر للأجداد الأبعدين لضيق الوقت. في العصر الحديث والمغرب تحت وطأة الاحتلالين القاهرين المتسلطين الظالمين للمغاربة، الاحتلال الإسباني والاحتلال الفرنسي، بدأ المغاربة يتفاعلون مع القضية الفلسطينية دون أن يفكروا بمنطق لا بد أن نضحي بفلسطين من أجل أن نتفرغ للأولوية العظمى وهي تحرير الوطن. هذا وقد كان الوطن كله تحت الاحتلال. نحن اليوم نقصد بالقضية الوطنية تحرير النزاع وإنهاء الخلاف وتسليم العالم لنا في جزء من هذا الوطن هو الأقاليم الجنوبية. وحتى هذه الأقاليم الجنوبية اليوم في عهدتنا وتحت إشرافنا وتحت يد سيادتنا، المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. أما في ذلك الوقت فكان الأمر يتعلق بالوطن كله من طنجة إلى الجويرة، وكان الأمر يتعلق ليس بتحرير النزاع وإنهاء صراع مفتعل، وإنما كان يتعلق بتحرير فعلي للأرض. المغاربة الوطنيون، أنا لا أتكلم عن مغاربة لاهون أو غافلون أو مستقلون من المسألة الوطنية، اشتغلوا بفلسطين أو تحدثوا بها فقد يتهمون بأنهم هربوا إلى موضوع بعيد لكي لا يصطدموا بالآلة العسكرية الاستعمارية الشرسة. لا، أنا أتكلم عن النخبة الوطنية، أتكلم عن بالضبط الذين تصدوا للاستعمار وجعلوا رسالتهم في الحياة هي القضاء عليه وإزالته. الحركة الوطنية في الشمال في المنطقة الخليفية كما سموها، وفي الوسط والجنوب في المنطقة التي كان فيها ما يسمى زورا وبهتانا بالحماية الفرنسية، هؤلاء الوطنيون الذين كانت قلوبهم وعقولهم وجوارحهم وألسنتهم وأموالهم وأرواحهم وأوقاتهم وأعمارهم معلقة كليا بالقضية الفلسطينية، في نفس الوقت كان نفس التعلق بالقضية الوطنية، ولم يروهما إلا قضية واحدة، ولم يروا لهما إلا حلا واحدا، التعبئة والحشد والتجييش والتمويل والتسليح والقتال والجهاد ورفض الاحتلال وتحرير الأرض واسترداد السيادة والريادة والقيادة والعزة والكرامة بمنظور ديني ومنظور وطني ومنظور سياسي. لا يمكنني أن أعطي إلا أمثلة فلأبدأ بها. أختار مثال من المنطقة الفرنسية آنذاك ومثال من المنطقة الإسبانية حتى أبين أن الأمثلة موزعة على كل القطر. هذا كما ترون عدد خاص من مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، سلسلة الدورات، هذه دورة سميت القدس تاريخيا وفكريا. لاحظوا أن الأمر يتعلق بمؤسسة أكاديمية وليس سياسية، مؤسسة رسمية وليس شعبية، والموضوع هو القدس، وكان ذلك سنة 1401 هجرية، أي منذ تقريبا حوالي 40 سنة، 80.
هناك مجموعة من الشهادات والمقالات والأبحاث في هذا الكتاب، ولكنني سوف أكتفي بشهادة واحدة. رأوا العنوان كما كتبه صاحبه: أول انتفاضة مغربية في سبيل القدس محمد الفاسي. من هو محمد الفاسي؟ أول مغربي حصل على البكالوريا سنة 1929، أي في السنة التي ولد فيها الحسن الثاني. أول وزير للثقافة والتعليم في المغرب سنة 1955 عندما جاء الاستقلال. أحد أعمدة الحركة الوطنية، أحد الذين أشعلوا فاس والمغرب في قضية الظاهرة البربرية سنة 1930، أحد الموقعين على وثيقة الاستقلال سنة 1944 يوم 11 يناير. إذن هذا ليس أي شخص، عالم، فقيه، أكاديمي، باحث، مؤلف، لغوي، مؤرخ، ذو ثقافة فرنسية وغربية وعربية وإسلامية عريقة. هذا الرجل هو الذي اختار هذا العنوان لشهادته التي قدمها في هذه الدورة: أول انتفاضة مغربية في سبيل القدس. وملخص هذه الشهادة المكونة من 4 صفحات مكتوبة بنور الجهاد هو ما يلي: يقول: كنا شبابا صغارا سنة 1929، أي كما قلنا مرة أخرى العام الذي ولد فيه الحسن الثاني، والعام الذي حصل في هذا الشاب على البكالوريا في باريس. البكالوريا ما كانش في المغرب نهائيا، كانوا الناس كيقراو حتى الخامسة ثانوي، اللي بغى السادسة والسابعة اللي هي الباك واحد والباك جوج يمشي لباريس. أول مغربي غادي يمشي لباريس يحصل على البكالوريا ذاك العام. ماذا حصل؟ جريدة فرنسية تصدر في فاس اسمها لو كوريي دو فاس، بريد فاس، في إطار المناكفة والاحتكاك بين الاستعمارين البريطاني والفرنسي. تعلمون أنه في ذلك الوقت كانت انتهت الحرب العالمية الأولى ولم تأتي بعده الحرب العالمية الثانية. في مرحلة ما بين الحربين كانت عصبة الأمم، والذين كانوا يتنافسون في هذه العصبة هما فرنسا بريطانيا مع أمريكا. وحتى تعلموا حدة المنافسة، بريطانيا سرا دعمت هتلر وأوصلته إلى السلطة وفكت عنه الحصار وزودته بالحديد الصلب وبالفحم. والمعجزة التي صنعها هتلر في سنوات قليلة في مجال الصناعة العسكرية والمدنية لم تكن من فراغ، كانت من اجتهاده وتدبيره. ومن جهد الألمان، ولكن أيضا بدعم الإنجليز. الأمر مناكفة والصراع، نشروا سنة 1929 مقال خبر فقط. الصفحة الأولى يقول: إن الإنجليز وهم كانوا آنذاك يستعمرون فلسطين فيما يسمى زورا وبهتانا للانتداب البريطاني. الذي كان من 1920، فخبر يقولون إن الاستعمار الإنجليزي، إن السلطات الإنجليزية، إن الجيش الإنجليزي هدم مسجد عمر بن الخطاب. هذا مسجد صغير له قيمة رمزية محدودة، ليس كمسجد الأقصى. ويوجد قبالة كنيسة القيامة، والقصة تعرفونها: عندما وصل سيدنا عمر سنة 15 هجرية إلى القدس ليستلم مفتاحها من حاكمها الديني والسياسي البطريرك سافرونيوس، ذهب يزور كنيسة القيامة احتراما وتوقيرا ومجاملة للمسيحيين. فأذن عليه الظهر وهو في كنيسة القيامة. كنيسة القيامة بين قوسين هي عند كل مسيحي العالم تساوي الكعبة عندنا المشرفة، المسجد الحرام. إذا كانت القدس تمثل عندهم مكة، فكنيسة القيامة تمثل عندهم المسجد الحرام والكعبة. وسبب ذلك أنهم يدعون، والله أعلم بصحة الخبر، أنه في ذلك المكان يوجد قبر مسيح، ويزعمون أنه صلب، نحن نقول أنه لم يصلب، ويعتبرون أنه هناك دفين
وفي اليوم الثالث قام وخرج من قبره وصعد إلى السماء. نحن هنا نلتقي معهم كما قال القرآن، بل رفعه الله إليه. فكنيسة القيامة تعتبر ثاني أقدس مكان عنده، عنده بيت لحم في الناصرة، كنيسة اسمها كنيسة المهد، المهد مهد الطفل، لأنهم يعتبرون أن بنية المكان الذي ولدت فيه مريم عيسى، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. فعندهم كنيسة المهد بحال مسجد نبوي عندنا، وعندهم كنيسة القيامة بحال المسجد الأقصى. كنيسة المهد في الناصرة، الناصرة في بيت لحم، باش كيسمو يسوع الناصري، شي واحد غيسحبهم سيد ولد سيدي بن ناصر، ناصري من تمكروت وناصري من الناصرة. ويقدسون هذه الكنيسة ويقدسون كنيسة القيامة. سيدنا عمر كان يزور كنيسة القيامة عندما أدن مؤذن صلاة الظهر، فوسعوا له مكانا ونظفوه له ودعوه بكل أدب أن يصلي فيه، فقال لا، إن صليت فيه جاء المسلمون فقالوا صلى عمر هنا، فانتزعوا منكم كنيسة القيامة وحولوا إلى مسجد، فأعظموا ذلك منه، فوسعوا له حتى خرج وأقاموا له مكانا، نظفوا له مكانا، أعدوه له ليصلي فيه قبالة كنيسة القيامة. وحصل ما قدر سيدنا عمر، أن المكان الذي صلى فيه بنى فيه المسلمون مسجدا صغيرا سموه مسجد عمر. هذا المسجد بقي إلى منذ مدة قريبة، هذا ما هو الصهاينة، وهذا من بركات التطبيع. متى يجرؤ علينا العدو؟ عندما نطبع معه فنقول له اطمئن، نحن اليوم أصدقاء، افعل ما شئت بالفلسطينيين ونكل بهم كما شئت، وافعل ما شئت بفلسطين هدما وتهويدا ومسخا واحتلالا وتأبيدا لهذا الاحتلال، واستعمارا استيطانيا إحلاليا إباديا. ففي سنة 1923 لم يهدم المسجد، وإنما الخبر كان خطأ، كان شائعة، وهذه الشائعة سربتها جريدة فرنسية تصدر في مدينة فاس اسمها لوكوريا دو فاس سنة 1929، فقط نكاية في الإنجليز. فماذا فعل هؤلاء الشباب، محمد الفاسي وعبد الواحد الفاسي وعلا الفاسي محمد الحسن الوزاني والحاج الحسين بوعيات، وذكر عدد منهم كلهم بالمناسبة، لاحظوا كلهم ثاروا سنة 1930 ضد الظاهر البربري، وكلهم وقعوا على وثيقة المطالبة بالاستقلال سنة 1944. هل هذا صدفة؟ قاموا بحركة محمد الفاسي سماها هنا انتفاضة، وشرح ما دفع هؤلاء الشباب الصغار في ظل الاستعمار الشرس. قاموا بالذهاب عند كل النخب، ثم عند كل التجار، ثم عند طلبة القرويين، حتى ما تركوا إلا النساء في البيوت توقيرا لهن، ولكن كل من عنده محرم، أمه، أخته، زوجته، ذهب إليها. وشرحوا للناس المشكلة وجمعوا التوقيعات وأخذوا هذه التوقيعات، فأرسلوا نسخة إلى السلطان مولاي محمد بن يوسف رحمه الله الذي كان تولى قبل ذلك بسنتين فقط، وأرسلوا نسخة إلى المقيم الفرنسي أي رئيس الاستعمار في فاس والمقيم العام في الرباط ليبلغوا الاحتجاج، وأرسلوا النسخة الأولى إلى القنصل البريطاني في فاس وإلى السفير البريطاني في الرباط احتجاجا، وأرسلوا نسخة إلى ممثلية عصبة الأمم التي كانت مثل هيئة الأمم اليوم، وكان التحرك وكان الاعتقال وكان الانزعاج، وقامت السلطة الفرنسية بالتحقيق في الأمر وكذبته لكي تهدئ الأوضاع. شاهد عندي ماذا قال في خاتمة شهادته، ماذا قال؟ قال وبفضل هذا النشاط الذي مكننا لأول مرة من الانفتاح على شرائح واسعة من الشعب والاحتكاك بجميع طبقة التجار والصناع
والطلبة والمثقفين والعلماء والصوفية، استطعنا بعد ذلك بسنة واحدة أن نواجه الظهير البربري مستثمرين هذه الشبكة التي نسجناها من العلاقات وهذه الخبرة التي اكتسبناها في قضية الانتفاضة المغربية من أجل فلسطين ومن أجل القدس. إذن سبحان الله، الوطنيون الذين حرروا هذا الوطن، الذين فدوه بدمائهم وأموالهم وأرواحهم وأعمارهم وأوقاتهم وجهودهم وعقولهم ونواياهم وهممهم، الذين جاءون بالاستقلال في 18 نوفمبر 1955، هم أنفسهم الذين تحركوا قبل الوطن من أجل فلسطين، وهم يفخرون بهذا. محمد الفاسي بعد أن شاخ وكبر وقبل وفاته بقليل سنة 1982 يقدم هذه الشهادة، معنى أنه بعد كل هذا العمر، بعد 53 سنة، ما زال فخورا بهذا الموقف ومعتزا به، ويقدمه كشهادة في ندوة لأكاديمية المملكة المغربية عن القدس تاريخيا وفكريا. وتقوم أكاديمية المملكة المغربية بتوثيق الشهادة وتحريرها وتصحيحها ونشرها ضمن عدد خاص عنوانه القدس تاريخيا وفكريا، وعدد صفحاته تقترب من 150 صفحة. هذا مثال كيف ربط أسلافنا الأقربون المتأخرون في القرن العشرين منذ حوالي 80 سنة بين القضيتين. لنأخذ مثال من الشمال، حيث منطق آخر وجغرافيا مختلفة وقبائل أخرى واستعمار آخر. أحد المؤرخين المغاربة الذين يدرسون مادة التاريخ في كلية الآداب بوجدة، تذكروا جيدا المرجع لكي لا يظنن أحد أنني إنما أتحدث من الذاكرة، أو لعل البعض يعتقد أنني أخترع. انظروا لهذا الكتاب، قرأوا العنوان: المقاومة والحركة الوطنية بشمال المغرب. المقاومة والحركة الوطنية في شمال المغرب 1909 1956. وشفتوا الصور، شفتوا الصور، شكون هادو؟ محمد الزياني، معذرة، اسمحوا لي، عبد الكريم الخطابي، عبد الخالق الطريس، الحاج محمد أمزيان وآخرون. في هذا الكتاب شدني وأدهشني أن رجلا مثل عبد الخالق الطريس، الزعيم الوطني التاريخي، أحد أئمة السلفية الوطنية في الشمال، لا يذكر اسمه إلى جانب عبد السلام بن نونة وأولاده محمد بن نونة والمهدي بن نونة ومحمد بن نونة، لا يذكر اسمه إلى جانب عبد الله قنون والمكي الناصري، ولو أنه من تمقروت إلا أنه أقام بينهم وتزوج منهم وعاش معهم وأسس حزب الإصلاح الوطني عندهم. عبد خالق الطريس الذي أنفق ماله وكان من عائلة غنية جدا، وباع عقارات لا تعد وتحصى لكي يمول بها المقاومة، ودخل السجن وصدرت أملاكه. عبد خالق الطريس المسرحي والأديب والشاعر والكاتب والمفكر والصحفي والسياسي. عبد خالق الطريس الذي فجر الاستقلال حل حزب الإصلاح الوطني وكان يؤطر شمال المغرب بأكمله، ودمجه في حزب الاستقلال مضحيا بالزعامة والبطولة وعقلية الانفصال التي تكون عند الناس عادة من أجل أن يثبت الوحدة بين شمال المغرب وجنوبه. وحتى الكتاب نشرته مؤسسة عبد الخالق الطريس
للتربية والثقافة والعلوم، مؤسسة عبد الخالق الطريس للتربية والثقافة والعلوم. في هذا الكتاب أحد الباحثين قدم دراسة وثائقية، دراسة الوثائقية عادة ما تكون لها قوة الوثيقة، ليس فيها الإنشاء والتحليل والرأي، وإنما فيها المعلومة الخام الأصلية ذات المصداقية العليا. المؤرخون المحترمون يعتمدون لغة الوثائق. جاء هنا بمجموعة من المقالات كتبها ونشرها عبد الخالق الطريس، وكان عبد الخالق الطريس يكتب بالعربية وبالإسبانية وبالفرنسية وبالإنجليزية في عدد من الجرائد التي أنشأها هو بالعربية وبلغات أخرى لينشر القضية الوطنية. فلاحظت بشكل مذهل ومدهش وبشكل صارخ يقفز إلى العين أنه ما كتب عبد الخالق الطريس، وهذا الشيء ما بين 1931 و 1937، وتكلم عن مرحلة متقدمة من الاستعمار ومرحلة مبكرة جدا من الحركة الوطنية، والمغرب كله يرصف في أغلال الاحتلال. ما كتب عبد الخالق الطريس مقالا إلا وخص القضية الفلسطينية بجزء منه، قد يكون عدة فقرات وقد يكون ثلث المقال وقد يكون ربع المقال وعلى الأقل خمس المقال. ذاك المقال من خمس صفحات، صفحة لفلسطين أحيانا صفحتين، بنفس الحرارة والإيمان والمرجعية الإسلامية والروح الوطنية وروح التضحية والفداء التي يتكلم بها عن المغرب وحقه في الاستقلال والنهضة والكرامة والهوية واللغة والدين. بنفس الحرارة والإيمان يصوغ فقراته وأفكاره واقتراحاته ومطالبه ورسائله للناس وللنخب وحتى رسائله للاستعمار عن فلسطين. فمن جاء باستقلال شمال المغرب؟ أليس أمثال هؤلاء الرجال؟ هل كانوا مشغولين باسم القضية الوطنية عن فلسطين؟ هل تركوا فلسطين لفئة من الناس وقالوا اشتغلوا أنتم في فلسطين ودعونا نحن الأولوية تازة قبل غزة سوف نشتغل بالوطن؟ لم يقولوا ما أصبحنا نسمعه اليوم، على الإنسان أن يفكر في مساعدة فقراء وطنه قبل أن يفكر في فقراء الصومال، وأن يسعى لتحرير وطنه قبل أن يتحدث عن تحرير فلسطين، وأن يتحدث عن مظالم بعض المناطق النائية المهمشة قبل أن يتكلم عن مظلومية كوسوفا أو كشمير وجامو أو مسلم الويغور. سبحان الله، أنا شخصيا تجربتي منذ أن عرفت الناس الذين يرعفون ويرقون لفقراء المغرب هم أنفسهم الذين يرعفون ويرقون لمنكوب الفيضانات في المخيمات الفلسطينية وفي المخيمات السورية الآن في شمال سوريا وفي جنوب تركيا وفي الأردن وفي لبنان وفي أماكن عديدة، وكل هؤلاء القاعدين في المقاهي المتشدقين بنقد الآخرين الذين يقولون تشتغلون بغيرنا وتتركوننا، لم نرى منهم فرنكا ولا ريالا ولا كلمة. هذا الذي عشته وعمري الآن 60 سنة منذ 40 سنة وإلى اليوم هو الذي عاشه هذا الجيل الذي نتحدث عنه قبلي ب40 سنة أخرى. أنا عشته في النصف الثاني من القرن 20 وما زلت أعيشه الآن في الربع الأول من القرن 21، وهؤلاء يعاشوه منذ نهاية القرن 19 وإلى ثلثي القرن 20. من اشتغل بالمساكين من المسلمين والفقراء والمظلومين والمديومين والمحتلين والمضطهدين اشتغل بهم جميعا في الوطن وخارج الوطن وواساهم جميعا بما يستطيع، إن لم يستطع بالمال فبالدعاء بالكلمة بالتوعية بالنصرة بالموقف. ومن تصدق بنوع من التعارض المفتعل بين شيئين لا يتعارضان وإنما هما يتكاملان بل هما شيء واحد لم نرى منه شيئا. عبد الخالق الطريس في ذلك الوقت كانت الحركة الوطنية، نتكلموا على 1931 إلى 37، الحركة الوطنية وليدة تمشي بخطى وائدة، حركة خجولة
ليس عندها شعبية كبيرة، أمية شائعة في الوطن، إمكانات المادية محدودة، استعمار أنشب بكلاكله، 37 فرانكول خلاص انتصر على الجبهة الشعبية 1936 وأصبح الحاكم المطلق لإسبانيا ومستعمراتها. وأصلا فرانكو كان القائد العسكري للجيش الإسباني في شمال المغرب قبل أن ينتقل منه مباشرة إلى مقاتلة الجبهة الشعبية سنة 1936. في هذه الظروف الصعبة عبد الخالق الطروس يكتب فلا يترك أبدا في أي مقال، في أي بيان، في أي موقف، في أي خطبة، في أي تجمع، في أي مهرجان، في أي موعدة أو كلمة في عرس أو في عزاء أو في جنازة إلا ويتكلم عن فلسطين. قد تقولون لي هؤلاء النخبة، دعك منهم، ادعيت أنك سوف تستند إلى تم غرابيت، إذن حدثنا عن الشعب، عن المغرب العميق. سوف أعطيكم مثالا. مؤرخ مغربي أستاذ التاريخ في كلية الأدب بوجدة نشر مقالا، دققوا معي، في مجلة المشكات للأدب الإسلامي، عقلوا مزيان، المشكات التي تصدر في وجدة التي موضوعها الأدب الإسلامي، العدد 45 سنة 2004، عقلوا مزيان، عدد 45 سنة 2004، عدد خاص عن الانتفاضة وعنوانه فلسطين في قلوبنا، وقد طبع وأعد بشراكة مع مجلة فلسطين المسلمة التي تصدر أظن في بيروت والتي كان رأس تحريرها ياسر الزعترة الذي ترونه دائما متحدثا في الجزيرة وأحد أقوى المغردين على تويتر بملايين المتابعين، أحد فلسطينيين أردنيين الذين يمثلون طليعة الوعي السياسي والكتابة المقاتلة. في هذا المقال وعنوانه صدى القضية الفلسطينية لدى سكان الريف سنة 1939، عقلهم زيان، صدى القضية الفلسطينية لدى سكان الريف سنة 1939. يتحدث عن سكان الريف وليس عن النخبة، يتحدث عن أناس لا يعرفون العربية إلا قليلا، يحفظون شيء من القرآن والأدعية يصلون بها، هم أمازيغيون يتكلمون الريفية، بسطاء وفقراء جدا 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 في الأغلبية الساحقة، نسبة الأمية مرتفعة جدا، يعيشون في البوادي والجبال الوعرة، إمكاناتهم المادية شديدة الحرج، ودرجة وعيهم مرتبطة بظروفهم الاجتماعية والثقافية واللغوية. هؤلاء سنة 1939 وإلى سنة 1948 كما يبين المقال وبالوثائق، والمقال وثائق، المقال يتضمن 10 وثائق منشورة مصورة هكذا كما هي مكتوبة ثم بعد ذلك مرقونة لكي تقرأ بسهولة، ولم يتدخل المؤلف وإنما وضع مقدمة من صفحتين وهوامش من 4 صفحات يشرح بعض كلمات الريفية، بعض التعابير بالدارجة، يعطي فكرة عن بعض الشخصيات المذكورة في هذه الوثائق، وإنما جاء بوثائق، الوثائق من أرشيف المخزن، أي من إدارة الحكومة المغربية التي كانت تسمى آنذاك بالحكومة الخليفية لأنها كانت تحت رئاسة مولاي المهدي خليفة، لأنه كان خليفة السلطان محمد بن يوسف على منطقة شمال المغرب، وقد حاول الإسبان أن يغروه لكي يعلن نفسه ملكا على الشمال ويستقل ويصبح سلطان، وهم يريدون بذلك أن يكرسوا انفصال شمال المغرب عن جنوبه، فرفض وأبى، ولم يكن لسلطان الرباط عليه أي سلطة إلا سلطة معنوية أنه ابن عمه وأنه خليفته، ولكن رجل وطني غيور
وعودوا إلى كرسي الاعتراف الذي تنشره جريدة المساء في الصفحة الأخيرة. عودوا إلى الهسكوري الذي كان والده هو الحاجب والصدر الأعظم مع الخليفة مولاي المهدي، وقد نشر كرسي الاعتراف هذا، نشرت هذه الشهادة في أكثر من 100 حلقة. الكنانيش المخزنية، أرشيف الدولة المغربية في شمال المغرب في تطوان في عهد مولاي المهدي خليفة، طلع منا هذا المؤرخ ونشر في هذا المقال في مجلة المشكات سنة 2005، العدد سنة 2004، العدد 45. طلع وثائق، ما هي هذه الوثائق؟ هي عبارة عن مراسلات بين قواد القبائل حوالي تقريبا 30 قبيلة في منطقة الريف، كل قبيلة عندها قائد، والقائد الأعلى كان يسمى محمد أشن، أشن بالريفية والذئب، وسموه كذلك أنه كان رجل شرس. ثم هو يرفع هذه المراسلات التي هي تقارير إلى الصدر الأعظم الذي يرفعها بدوره إلى مولاي المهدي خليفة الذي هو الحاكم السلطاني لكل المنطقة الإسبانية في شمال المغرب. ماذا في هذه المراسلات؟ مراسلات أننا نذهب إلى الأسواق ونخاطب المغاربة، نحدثهم عن محنة إخوانهم في فلسطين فيجمعون التبرعات، وكل تقرير معاه قبيلة المطالسة أعطاه 11,000 بسيطة، قبيلة تازروالت أعطاه 9,000 بسيطة، قبيلة كذا أعطاه 5,000، قبيلة كذا أعطاه. المؤرخ صاحب المقال جزاه الله خيرا من نباهته أنه لا يترك هذا العدد من الآلاف من البسيطات بدون شرح، يقول لك لكي تعرف قيمة هذه الأموال المجموعة أعطيك حقيقتين. الحقيقة الأولى، كم كانت الأجور في تلك الفترة؟ المخزني يشد عشرات البسيطات، القائد يأخذ 200 بسيطة، القائد الأعلى على المنطقة كلها اللي هو الشنكي يشد 400 بسيطة، الأرملة اللي الزوج ديالها قتل في الجيش الإسباني كمقاتل عندها 25 بسيطة. معنى هذا أن مبلغ 5,000 و6,000 و10,000 و15,000 و2,000 بسيطة ثروة هائلة الأولى. ثانية، قد لا تصدقنا لكن والله مرة أخرى عودوا إلى مجلة المشكات العدد 45 سنة 2004 وقرأوا المقال. كان في المغرب وفي إسبانيا نفسها وفي أجزاء من العالم مجاعة، وكانت بدأت الحرب العالمية الثانية، وكان الجوع الجوع الحقيقي، الجوع الجوع، وكان الناس يموتون في الأسواق والطرقات فتتراكم الجثث، حتى إن السلطات الاستعمارية أجبرت القبائل على أن تكون كل قبيلة فرقة متطوعة لدفن هذه الجثث المترمية على جنب الطرقات. كانت أوبئة الجدام والجدري وأمراض أخرى كالكوليرا، كان الناس لا يجدون حتى خبز الشعير، وكانوا كيحفروا لواحد النبتة كيعرفوها الناس اللي عاشوا في المجاعات سميتها يرني، وهذه النبتة هي العلامة على قمة الجوع، لأنه لا يبحث الناس عنها إلا عندما لا يبقى على وجه الأرض نبات يؤكل، وكيحفروا عليها بعمق يجبدوها، نبات سام يقتل، فيطبخونه ليلة كاملة وبتقنية خاصة، ويشعلوا عليه العواد والشوك الكرم لأن الأرض يعني جافة، وطبخوه وإذا لم يحسنوا طبخه ويأكلونه يشويوا أفواههم ثم يموتون. مغاربة الجوع، مغاربة الاستعمار،
مغاربة الأوبئة، مغاربة الجثث المتناثرة على الطريق، كانوا يأخذون بقية الأموال التي عندهم ويعطونها بطواعية إلى فلسطين عن طريق المسؤولين عنهم، لأن هذه عبادة الحاكم في تطوان الذي هو مغربي مسلم، وينشط مع هؤلاء القوات، رغم أن هؤلاء القوات لم يكونوا جيدين. نحن نستشهد الآن بأسوأ ما عندنا وليس بأحسن ما عندنا. هؤلاء القادة نصبهم الاستعمار لأنهم خذلوا عبد الكريم الخطابي، وكان فيهم ظلم وفيهم عسف، لم يكونوا مع فكرة الاستقلال ومع ذلك حركت فيهم، كان يؤطرهم القضاة، بحيث كل قائد كان القاضي الشرعي هو الذي يتكلف كأمين أموال على جمع هذه الأموال. عندما تقرأون هذه الوثائق وهي وثائق خام بدون أدنى تصرف فيها، سوف تعجبون في أن المغاربة وهم في أسوأ حال وفي أشد محنة، وأكثر من هذا هم في الاستعمار، ومع ذلك فالأمر لا يتعارض عندهم مع أن يعطفوا على إخوانهم المنكوبين في فلسطين. هذا وفلسطين لم تسقط بعده. سنة 39 كانت صراعات بين العصابات الصهيونية، الإرجون والبالماخ والشترن ولاغانا، وكانت الحركة الوطنية المسلحة من الوطنيين الفلسطينيين بقيادة الشيخ أمين الحسيني وأخوه عبد القادر الحسيني، شهيد معركة القسطن ووالد منير شفيق، وكان محاميا دوليا، ربما كان المحامي الدولي الوحيد في فلسطين ومسيحي، والد الأستاذ منير شفيق الكاتب الفلسطيني الكبير، وعدد من العلماء والوجهاء منهم محمد سعد الدين العالمي أصله مغربي، وهؤلاء كانوا يستغيثون بالعالم الإسلامي، ومنهم المغرب ومنهم منطقة الريف. وعلى كل الحال السيئة كان المغاربة يستجيبون. لقد كتب الله لي أن أحضر لقاء مطولا مع المهدي بن نون رحمه الله قبل أن يموت بسنوات قليلة، وكان المتحدث الرئيسي في هذا اللقاء الذي كنت أنا من يديره، كنت مدير اللقاء، كان المتحدث الرئيسي هو الحاج المهدي بن نونة ابن الحاج عبد السلام بن نونة، وحكى طويلا عن ما قبل هذه المرحلة التي أرخ لها هذا المؤرخ بهذه الوثائق، وهي 1936. المقال يتحدث عن 1939 إلى 1948، 10 سنوات والمغاربة في الجوع والفقر والجهد والمجاعة والاحتلال والحرب العالمية الثانية، وهم يجمعون التبرعات لفلسطين. ولكن قبل ذلك ب3 سنوات المهدي بن نونة كان قد ذهب ليدرس في فلسطين. ما الذي أخذه إلى فلسطين؟ والده عبد السلام بن نونة، الرجل الغني المليونير، نخبة النخبة في تطوان، مؤسس أول شركة كهرباء وطنية في شمال المغرب، أحد كبار المستثمرين والتجار، المثقفين الواعين، وطني، وذكرته الآن طبوعة في 5 مجلدات، أخذ أولاده فلدة كبدي، مهدي بن نونة ومحمد بن نونة ومحمد بن نونة، هم أطفال صغار حصلوا على الشهادة الابتدائية في تطوان، وأولى بهم أن يبقوا قرب أبيهم حتى تقر عينه بهم وهم أطفال، ولما عنده إمكانات يمكن يدرسهم في أحسن إعدادية إسبانية أو إنجليزية، إسبانية في تطوان أو إنجليزية في طنجة، أو يرسلهم إلى مدريد حتى يتخرجوا كما نفعل الآن مع أولادنا الذين نرسلهم إلى باريس. فالأستاذ عبد السلام بن نونة أب الروحي للحركة الوطنية في الشمال
أخذ فلد الأكبادي أطفال صغار وأرسلهم إلى مدينة نابلس في فلسطين في وقت كانت فلسطين تموج بثورة والإضراب الكبير الذي سمي إضراب العربي الكبير، أطول إضراب في تاريخ البشرية، 3 سنوات 1936-1939 كان إضرابا ضد الإنجليز لأنهم كانوا يستخدمون اليهود ليوطنوهم حتى يغلبوا على المسلمين والمسيحيين ديموغرافيا، وذلك الذي حصل. كان الإضراب مقاومة حركة الشهيد عز الدين القسام الذي استشهد سنة 1936. فلسطين أيضا فيها مجاعات وكانت متأثرة بالحرب العالمية وكان فيها احتلال وفيها الصهاينة. في هذا الجو المدلهم رجل تطواني من النخبة المخملية الناعمة مليونير يأخذ أطفاله صغار عمرهم 12 سنة ويرسلهم إلى نابلس ليدرسوا هناك في ثانوية النجاح الإسلامية تسمى مدرسة النجاح. والهدف كما ذكر ولده لي في هذا اللقاء الذي كنت أسيره قال حتى ترتبطوا بإخوانكم الفلسطينيين وتشتد اللحمة بينهم. وعاد الأولاد بعد أن درسوا سنة في عطلة الصيف فقط وعادوا بعد ذلك ليكملوا دراستهم رغم كل هذه المخاطر وآنذاك وسائل النقل غير متوفرة، الطائرة لا يستطيع نركبها أحد على لغة تركب دابة في الصاروخ، وكانوا يذهبون طبعا بران ويذهبون بحرا. تخيل أنك ترسل أطفال في سفينة من المغرب إلى فلسطين والحرب العالمية. فلما عادوا في العطلة جاءوا معهم بمجموعة من الدعاة شباب مثلهم يعرفون بالقضية الفلسطينية. المشهد مؤثر. قال لمدة 90 يوما ونحن نتنقل في منطقة الريف قرية قرية وقبيلة قبيلة وسوق سوق فنجتمع بالناس في المسجد والشابان هما من حركة الإخوة المسلمين اللذين جاء معه مع المهدي بن نونة طبعا فلسطينيان لا يعرفون إلا العربية والمخاطبون من الريف لا يعرفون إلا الأمازيغية الريفية فكيف يتواصلون؟ قال كان يقوم أحد هذين الشابين بإلقاء خطبة يشرح فيها معاناة فلسطين ويناشد المغاربة الله والرحيم وكان معهم إمام ريفي ولكن أصله من الأشراف محترم عند الناس وكان يلبس عمامة خضراء علامة الشرف طبعا لأنه ريفي يتقن الريفية ولأنه فقيه يتقن العربية. قال فيستمع إليه ويتأثر ويبكي فأهل الريف الذين لا يفهمون ما يقوله الشاب فلسطيني يبكون لبكاء شيخهم الذي يحترمونه ويحترمون نسبه. ثم لما ينتهي الشاب من الخطبة يقوم الإمام المغربي الشريف ذو العمامة الخضراء فيخطب عليهم بالريفية فيفهمون ويبكون مرتين، يبكون مرة لبكائه ولم يفهموا شيئا ويبكون ثانيا لما يسمعون الريفية ويفهمون الموضوع. ثم لما ينتهي يأخذ العمامة ويفردها أمامهم يعني ينطرها حتى تمتد أمامهم ويقول ها عار فلسطين عليكم فيبكون ثالثا ويعطون كل ما عندهم. وذكر لي المهدي بن نونة في هذا اللقاء مبلغا خياليا جمعوه في هذه الفترة من هؤلاء الفقراء الذين لم تترك لهم ظروف الاستعمار وحرب الريف وحصار البطل عبد الكريم الخطابي فيها والجفاف والأوبئة والأمراض والسلب والنهب من قادة الظلم المحليين ومن الاستعمار والحرب العالمية الثانية يبقى لهم شيئا لكن عندهم إيمان وإنهم قضية واضحة فلسطين والمغرب شيء واحد ذاك
المسجد الأقصى، مصرى رسول الله وأولى قبلتنا، تلك مقدساتنا. وربما لم يكن أحد يتكلم آنذاك على أوقافنا، يعني موضوع أوقاف المغاربة في القدس كما دونه في هذا الكتاب القيم مفخرة المغرب ومؤرخه الدكتور عبد الهادي التازي، حتى ربما لم يكن هناك وعي بذلك، أو ربما كان لست أدري. فقال جمعنا مئات الملايين، سمع بهم القائد الذي هو قائد جميع قواد القبائل الريفية أشن، فدعاهم فجاء بنونا وأخوه والشابان الفلسطينيان ودخلوا عنده إلى قصره. فقال لقد جاءت الأخبار من المخابرات بأنكم تقومون بنشاط مشبوه وتحركات مشبوهة، وهذان أجنبيان، وما هذا الذي تفعلون؟ فلما شرحوا له الموقف تأثر وقال لهم لقد قمت بهذه الحركة تمثيلية واستدعيتكم، كأنني أحقق معكم فقط لإسكات الحاكم الإسباني، وأكرمهم بوليمة، استضافهم وكرمهم وحماهم وجاءهم بمبلغ كبير من المال وقالهم هذه مساهمتي واستروني لا تقولوا عني شيئا، وساعد مساعدة كبيرة في تحويل هذا المال عبر البنك المركزي من تطوان إلى مدريد ومن مدريد إلى نابلس. والله لو أنني جئت أتحدث لكم عن كيف كانت رؤية المغاربة البسطاء أو المغاربة النخبة في فاس وتطوان للقضية الفلسطينية في علاقتها بالقضية الوطنية لبقينا اليوم في سمر إلى الفجر، ولكن أكتفي بهذا القدر وأختم بالحديث عن كيف ننصر القضية الفلسطينية في ظل هذا التحول الذي يراد لنا فيه أن نقدم التطبيع تماما للتسليم لنا بقضيتنا الوطنية. قضيتنا الوطنية قضيتنا العادلة وقضيتنا المصيرية، ولكننا والله الحمد مطمئنون، المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، ولا يحتاج المغرب إلى اعتراف من ترامب أو غيره، الذي احتاج إلى الاعتراف هو الأمريكيون وليس المغاربة. المغرب والذي اعترف بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777 ولم يكن أحد في العالم قد اعترف بها. لكي نواجه هذا الوعي المغلوط، أولا أنا أقترح هذا الكتيب الصغير الذي عنوانه 100 قضية 100 وسيلة لنصرة الأقصى، 100 وسيلة لنصرة الأقصى. وأقترح في كتابي هذا أفهم القضية الفلسطينية ليكون لموقف ملحق ضمن 4 ملاحق ختمت بها الكتاب أو ذيلت بها الكتاب. هذا الملحق الأول الذي عنوانه 60 طريقة لنصرة فلسطين العزيزة، 60 طريقة لنصرة فلسطين العزيزة. ولمن يريد أن يعرف أكثر، لا تكفيه 100 ولا تكفيه 60، يمكن يعود إلى مجلد ضخم ألفه الدكتور راغب السرجاني، وما أدراك ما راغب السرجاني، وعنوانه 1351 طريقة لنصرة فلسطين، 1351 طريقة لنصرة القضية الفلسطينية. فكل الطرق الممكنة والمعقولة والمتاحة لنا كشعوب وليس كحكام، الحكام لهم إمكانات أخرى سيسألون عنها يوم القيامة إذا لم يوظفوها. لم نعد نتكلم عن مقاومة العدو بالجيوش العربية، لم نعد نتكلم عن سلاح النفط، لم نعد نتكلم عن المقاطعة الرسمية للبضائع الإسرائيلية، هذا شيء الآن لا يتحدث عنه، بل حديث عن التطبيع وعن التنسيق الأمني وعن التعاون وخطاب محبة وعناق وبوس وأخذ بالأحضان وزيارات متبادلة وحميمية ودفء. والفلسطينيون يعانون ما يعانون ويكابدون ما يكابدون، ولا تزداد إسرائيل كلما طبعت معها دولة من هذه الدول أو نظام من الأنظمة العربية إلا عتوا وغرورا ووقاحة وشدة على الفلسطينيين وتنكيلا بهم.
نتكلم اليوم عن الشعوب وما تستطيع الشعوب أن تفعل في مقاومة التطبيع وفي نصرة القضية الفلسطينية. ثانيا، الجانب الفكري المعرفي، كتبت وأنا قليل الكتابة أول ما نشر خبر تغريدة ترامب، ولم يكن قد صدر بعده بلاغ ديوان الملك، ولم نكن متأكدين من أن هذه التغريدة حقيقية. كتبت مقالة قصيرة وقلت فيها إنه الخراب القادم، كيف وكيف وكيف وكيف، إلى أن قلت كيف ومحبتنا لفلسطين لا تتناسب مع وعينا بالقضية. علينا أن نعرف أن الشعب المغربي من أكثر شعوب الأمة الإسلامية حب لفلسطين ونصرة لها، ولكنه ليس بالضرورة يملك الوعي الكافي، لأن الوعي لا يسقط من السماء ولا ينبت من الأرض. الوعي وراءه مؤسسات ومقررات دراسية وبرامج إعلامية ونخب متحركة وأحزاب فاعلة، وهذا غير متاح، ونقابات تطرد من حظيرتها أي عضو فيها ذهب إلى إسرائيل، وتسحب من رخصة العمل، محامي تسحب من رخصة المحاماة، مهندس تسحب من رخصة الممارسة. نحن لا نملك في المغرب للأسف هذا المستوى من الوعي. ثم نحن لسنا محتكين بالصهاينة احتكاك دول الطوق، معناه الأردنيون و80% من الفلسطينيون، معناه اللبنانيون وما زالوا يطحنون بالآلة الصهيونية إلى سنة 2006، معناه المصريون وغيرهم. نحن ليس عندنا هذا الوعي للأسف الشديد، لأننا لسنا لا نملك هذه المؤسسات التي تؤثرنا. الإعلام والتعليم لا يؤدي دوره، أحزاب النقابات لا تؤدي دورها، ومن جهة أخرى لسنا من دول الطوق التي احتكت بالصهاينة وعرفت شدتهم مباشرة. ولأن هذا الوعي عندنا ناقص، فينبغي أن نقومه ونرفع من وتيرته ونحققه بالعلم وليس بالعاطفة فقط. العاطفة تخبو، عاطفة كما اسمها ابن خلدون تكون مثل النار التي تنجم عن إحراق التبن. تلاحظون أن التبن إذا أحرقته أعطى نار صفراء وحمراء صافية متوهجة شديدة التوهج، ثم تنطفئ بعد ذلك بسرعة وتترك رمادا أسود رقيق لا يصلح لإعادة إحيائه نهائيا، كما هو مثلا رماد الفحم أو الخشب الذي يمكن إعادة إحيائه من جديد. شبه ابن خلدون الاندفاع العاطفي التي ليس وراءها معرفة بلهيب التبن. لكي نؤسس، أنا أقترح عليكم ملحق ثالث أسميته في كتاب هذا، الملحق الثالث كتب لا بد أن تقرأ، وقد اخترت لكم عدد من الكتب النوعية التي يمكن أن ترفع وعيكم بالقضية. مثلا هذا الكتاب، لاحظوا هذا العنوان كم هو غريب، باباوات يهود من جيتو روما. جيتو هو الملاح، والمؤلف واكيم بيرنز. واكيم بيرنز يعرف نفسه بنفسه في هذا الكتاب بأنه الحاخام الأكبر ليهود نيويورك. نحن أمام رجل يهودي وحاخام، وهو الحاخام الأكبر ليهود نيويورك الذين يحكمون العالم، يهود وول ستريت. وهذا الكتاب يتحدث عن يهود استطاعوا في التاريخ العريق للكنيسة الكاثوليكية أن يتسربوا إلى قمتها أيام كانت الكنيسة ضد اليهود وتسميهم قتلة المسيح وتحكم عليهم بأقسى الأحكام وتكرههم ولا تثق بهم، وهي كنيسة منغلقة على نفسها. لا تستطيع الكنيسة الكاثوليكية أن تترك بروتستانتيا أو أرثوذكسيا يتسرب إليها، فكيف يتسرب إلى يهودي؟ فكيف أن يصل إلى مخ مخها الذي هو منصب البابوية؟ لماذا اخترت هذا الكتاب؟ لأنه يتكلم عن عائلات
يهودية عريقة كبرت في الجيتو ولكنها تحولت إلى بابوات، منهم عائلة بورجيا، منهم عائلة بيرليوني، منهم البابا أناكيلت، منهم البابا غريغوري السادس والبابا غريغوري السابع، منهم بابوات كبار. أنا أتكلم هنا عن قمم. هؤلاء كانوا يهود، دسهم اليهود على الكنيسة رغم انغلاقها وحذرها وعراقة المؤسسة البابوية الكنسية. لماذا اخترت هذا الكتاب؟ لأعطي مثالا من خلاله على أن الذي يحلم أن يطبع مع الصهاينة دون أن يتمكنوا من اختراقه، وقد اخترقوا مؤسسة من القرون الوسطى مغلقة ومحكمة الإغلاق وشديدة العداء لليهود، كيف وقد تركنا اليوم نهائي الهوية الدينية وأصبح اليهود يأتيك كإنجليزي ويأتي كروماني ويأتي كأسترالي ويأتي كيمني ويأتي كمغربي؟ كيف ونحن في مجتمع اليوم ماسوني علماني مفتوح، لكن المنضمين والسريين والعميقين والمحكم التخطيط فيه هم الصهاينة والماسون وكلهم يهود، ومن معهم إنما يستحمرونه ويستخدمونه ويركبونه. إذن الذين يهونون من خطر الاختراق الذي يأتي مع التطبيع. وعندي ملحق آخر هنا أسميته الملحق الثاني، وعنوانه حصاد الهشيم، وفي ملخص عن ما حصل لمصر في تقريبا 10 سنوات الأولى من خراب اقتصادي واجتماعي وأخلاقي وصحي وفلاحي وإعلامي وأمني ونفسي واستراتيجي واستخباراتي بسبب التطبيع. هذا 10 سنوات الأولى التي كانت مصر ما زالت متماسكة، اليوم مصر خراب. إذا كانت مصر في الأيام الأخيرة للسادات أصبحت ترخص لإسرائيل أن تخترق الأجواء المصرية بحجة مطاردة الإرهابيين، فإنه اليوم لا تستأذن إسرائيل نهائيا في اختراق الأجواء المصرية. بل لماذا ستخترقها إذا كان السيسي هو من ينوب عنها اليوم في قتل أهل سيناء بحجة أنهم إرهابيون، ويلتزم في خطابات صريحة بأمن إسرائيل على حساب أمن المصريين؟ إذا كان الأردنيين 80% منهم فلسطينيون ويعرفون جيدا من هم الصهاينة وما هو مكر اليهود وما هي معاناتهم مع إسرائيل، إذا كانوا بعد اتفاقية 1994 التي فرضت على الأردن مباشرة بعد اتفاقية غزة أريحة سنة 1993، هذه الاتفاقية التي بموجبها أصبحت إسرائيل تتحكم في المياه الأردنية، والأردن من أكثر بلدان الدنيا شحا في الماء، والصهاينة لا يسلمونها إلا ماء ملوثا ومسرطنا وممزوجا بالصرف الصحي. وهذه أشياء عشتها أنا في عمان عاصمة الأردن، وحكيت لي من قيادات سياسية ودينية كبيرة ومن إعلاميين. ده كان لبنان اليوم يضغط عليه ويخرب اقتصاده وتصنع الفوضى فيه وتفجر ويفجر مرفأه في بيروت من أجل أن يركع حتى يقبل أن يبدأ مع اليهود الاتفاق والبداية على استحياء وترسيم الخط البحري. أصلاً إسرائيل أخذت أراضي لبنانية أيام الاستعمار الإنجليزي لفلسطين والاستعمار الفرنسي للبنان، وتم تعديل اتفاقية ساكس بيكو 1916 باتفاقية أخرى سنة 1921، زادت من أرض فلسطين على حساب لبنان لكي تصبح فلسطين إسرائيل. إسرائيل التي هي اليوم رسمياً 78% الأرض، ليس كما ذكر النشيد الذي قدمتم به، وهو نشيد جميل ولحنه جميل، ولكن قال 77% الأرض أعطيتموها للصهاينة، 78% الأرض. عرفات كتب مقال في التايم يقول فيه
أنا أوقع لإسرائيل وأعترف بأنها تقوم على 78% من أرض فلسطين التاريخية. أعطونا فقط 22% نقيم بها الدولة مقسومة على غزة والضفة. لم يعطوه إلا السم الزعاف، إلا السم البولونيوم، مزجوه مع الدواء وأدخلوه إليه، وكان يعتقد أنه يأخذ أدوية الضغط والرعاش، فإذا به يأخذ أدوية مسمومة بالسم البولونيوم إلى أن مات به. فلسطين امتدت على حساب لبنان وقطع من لبنان، فلسطين التي صارت إسرائيل قطع من لبنان في منطقة إقليم التفاح والجليل الأعلى وشمال فلسطين. ثم جاءت إسرائيل سنة 1978 واحتلت جنوب لبنان أكثر من 20% من الأرض وعلى مدة 22 سنة، ولم تخرج بمفاوضات ولا باتفاقية سلام ولا بتطبيع ولا ببوس وعناق ولا بالكلام الذي يقوله التلفزيون المغربي هذه الأيام عن تاريخ العلاقات بين يهود المغرب والبقية المغاربة والمحبة والمودة والأخوة والحماية والإنسانية والتسامح، وهو كله كلام صحيح يقال في غير سياقه لتحقيق نقيض أهدافه، وهو كلام لن يسلم به الصهاينة إلا بقدر ما يستثمرونه. منذ بدأ هذا العرس الفولكلوري المفتعل لم يكافئنا نتنياهو الذي أنقذناه من السقوط في الانتخابات والدخول إلى السجن إلا بدقيقتين في خطاب، وأصر في هاتين الدقيقتين يتكلم بصلافة وتكبر وتحفظ لأنه يراعي قاعدته الانتخابية، وأصر أن يكون وراءه خريطة مغربية مقطوع بينها الأقاليم الجنوبية. وجزاؤنا عندهم عند القناة 12 الفرنسية، القناة 12 الإسرائيلية تنشر وتبث فيلم وثائقي يمس السيادة الوطنية، والقناة 10 تأتي بمن يقول أخيرا الاعتراف باحتلال مقابل احتلال، الاعتراف باحتلالنا للضفة مقابل احتلال المغرب للصحراء. وسنرى قريبا من هذا النوع من المكافآت السخية من الصهاينة، مكافأة سرقة كل معدات فنادق دبي وسرقة معدات فنادق غردقة، وإضافة إليها ضرب العمال المصريين في هذه الفنادق الذين أرادوا أن يمنعوا الإسرائيليين من سرقة تجهيزات هذه الفنادق. وغدا سوف نرى لا قدر الله إذا لم يقم الشعب المغربي بواجبه في مواجهة التطبيع وفي فضح هذه الشرذمة من المطبعين الذين لا يمثلوننا ولا يمثلون ولا 0.01% منا، ولكن صوتهم مرتفع ومدعومون منهم من ذهب إلى فقدان البوصلة وأعلن يهوديته، لم يعد الأمر يتعلق بالسياسة وإنما صار ديانة. سوف نرى مشاهد كالتي عاشتها مصر عندما قبض حسني مبارك على جاسوس إسرائيلي، وعندما تدخلت أمريكا وإسرائيل لإنقاذ رقبته من حبل المشنقة أرادت الدولة المصرية أن تقوم بمسرحية إعادة محاكمته إنقاذ لماء الوجه، حتى يقال أنه لم نطلق صراحة وتحت الضغوط ولكن أعدنا التحقيق ووجدنا أنه بريء وأن الأدلة غير كافية. وزاره السفير الأمريكي في زنزانته وطمأنه إلى أنه سوف يطلق صراحه، فماذا فعل في الغد لما جاء إلى المحكمة وهو يعلم أن القاضي سوف ينطق ببراءته؟ قام وتبول على القاضي. هؤلاء هم الصهاينة، وسننتظر منهم أن نستقبلهم بكل ذلة وخنوع في مطاراتنا فيصفعون شرطتنا وجماركنا ويصفعون المغاربة الذين يركبون معهم في الطائرة. هذا شيء غير جديد عليهم، فعلوه في لبنان وفعلوه في أردن وفعلوه في مصر وفعلوه في مناطق عديدة من العالم. إسرائيليين هم الذين دربوا السرب، كيف يعتقلون ويحتجزون ويذبحون ويغتصبون المصريين؟ إسرائيل تدرب المخابرات الهندية للتنكيل بمسلمي كشمير
إسرائيل تقدم خدماتها التجسسية لكل شرير في العالم العربي ليتجسس على شعبه وعلى إخوانه الحكام العرب. إسرائيل التي تشجع وتحث وتدرب وتزود الصينيين بكيف ينكلون بمسلم الويغور. إسرائيل في كل مكان لصناعة مآسي العرب والمسلمين، ونحن لا نزيدهم بالتطبيع معهم إلا غطرسة وغرورا وتمكنا. لقد قرأتم التغريدة التي كتبها أحدهم، قال: منذ 70 سنة وأئمتكم يدعون علينا في خطب الجمعة، اللهم أهلك إسرائيل. والنتيجة هو ما ترون اليوم من تطبيع. الآن هو لا يستهزئ بنا نحن أننا خانعون سياسيا، ويستهزئ بنا دينيا، يقول لنا إن صلاتكم باطلة ودينكم باطل وخطبة جمعتكم باطلة وصلاة جمعتكم باطلة وخطباؤكم هباء، لأنكم إذ دعوتم علينا لم يزدنا يهوذا إلا جيوفا إلا تمكينا. فمن إلهه هو الإله الحق، نحن أم أنتم؟ ونحن نتكلم الآن عن دولة ظاهرة علمانية، رغم أنها بدأت تصرح منذ مدة بأنها تريد أن تكون دولة يهودية. أما عندما سيستفرد الحاخامات المتطرفون الذين يرفضون حتى أن يضعوا الكمامة على أفواههم ويعتبرون كوفيد مجرد هزأة وينشرون الفيروس بينهم وهم مسرورون في احتفالاتهم الدينية، هؤلاء الظلاميون المنغلقون المجانين المسطولون بقراءة التوراة العنصرية التي تدعو إلى قتل الناس، هؤلاء الحاخاميون الأرثوذكس المتعصبون الجهلة الذين لا يقبلون أن يشاهدوا التلفزيون ولا أن يقرأوا الجرائد ولا يصدقون حتى دولتهم، الذين يكفرون نتنياهو وبن غوريون وعزرا وإزمان وهرتزل، هؤلاء عندما سوف هم الآن يشاركون في الحكومات كلها منذ أكثر من ربع قرن، أدخلهم شارون وقبله شامير، وتطبع معهم بيريز العلماني التقدمي بين قوسين ورابين الهالك المجرم، ولكنهم اليوم يشاركون في الحكومة. إنما الناخب الإسرائيلي يزداد تطرفا مع الأيام، حتى لم يبقى في إسرائيل لا وسط ولا يسار، لا يوجد الآن إلا اليمين. وغدا عندما يستفرد هؤلاء الحاخاميون بالحكومة الإسرائيلية المدعومة والمدللة من أمريكا بدون شروط، وهم الذين يصرحون بل وأسسوا أحزابا على هذا الأساس بطرد كل العرب وإجلائهم، يتكلمون عن الدياسبورة الثانية للشعب الفلسطيني بعد دياسبورة 48-67. إذن الخطوة الأولى هو أن ننصر القضية الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة، والثانية معية الوعي، نعرف قدرات العدو على الاختراق، إنهم يخترقون مؤسسة محكمة وعريقة كالمؤسسة البابوية الفاتيكانية التي عمرها 2000 سنة، فكيف لا يخترقون شعوبا بسيطة ساذجة تصدق الكلام العاطفي والغوغائي الذي يبثه إعلام منحط. وثالثا، لابد أن يستعيد حزبنا ذو العدالة والتنمية وحركتنا حركة توحيد الإصلاح ومنظمتنا الشبيبية شبيبة العدالة والتنمية ومنظمتنا الطلابية منظمة جديد الوعي النسائي وكل المجتمع المدني الذي نملك دالة عليه ونؤثر فيه ويثق بنا، نستعيد عافيتنا بعد هذه الصدمة، وأن نستيقظ من هول هذه الصفعة، وأن نقوم لنجدد موقفنا الأصلي والأصيل، فإنه لم يتغير شيء. لا إسرائيل تغيرت بل ساءت، ولا الصهيونية تغيرت بل ساءت، ولا الماسونية تغيرت بل ساءت، ولا أمريكا تغيرت بل ساءت، ولا المجتمع الأوروبي تغير بل ساء، ولا حكام الاتحاد الأوروبي تغيروا بل ساءوا. واليوم بعد كل هذه التنازلات التي قدمتها السلطة الوطنية الفلسطينية واستمرار التنسيق الأمني إلى اليوم، وبعد 10 سنوات من تجويع غزة وتنكيل بأهلها وتقتيلهم وحصارهم وقهرهم وهدم بيوتهم ومنع وصول الإسمنت إليهم ليعيدوا بناء هذه البيوت، يعيشون في العراء غير مسموح لهم أن يبنوا قبرا أو قبوا
يسكنون فيه، وأهل الضفة الذين يعتقلون في كل يوم، تهدم بيوتهم في كل يوم، تصادر أراضيهم في كل يوم، تقطع أشجار الزيتون، ويمنعون حتى في موسم جمع الغلة، يحرمون من الماء وهو ضروري، يسجنون إذا حفروا بئرا وتصادره الدولة وتملأه بالإسمنت وتغلقه بالرصاص. هناك عملية تنكيل لم أسمي أنا هذا بنفسي، الذي سماه هو يهودي ولكنه رجل شريف يشهد على قومه، ونوام تشومسكي الذي تحدث في كتابه موافقون ضحايا موافقون، الذي وصف اتفاقية غزة أريحة بأنها قفزة فوق الهواء، قفزة في الهواء، الذي سمى عرفات عندما وقع على غزة أريحة ضحايا موافقون. هو الذي تكلم عن التنكيل بالشعب الفلسطيني، ووصفه بأنه تنكيل يومي وممنهج وقائم على فكرة قهر هؤلاء الفلسطينيين حتى يموت منهم من يموت بالأمراض وبالضغط أو بالسجون أو بالطرد والإجلاء أو يرحلون عندما تصبح الحياة جحيما لا يطاق. وصدقوا يوم أن يصل أهل القدس إلى مستوى متدني من الكثافة الديمغرافية قد يصبحون صباحا كانوا 100% من سكان القدس ولو 50% دابا 30%، إذا وصلوا 10% بأسلوب التهجير والطرد والمصادرة الأراضي وهدم البيوت والتشريد والسجن والاعتقال والقتل، إذا وصلوا 10% وما سوف يأخذونهم جميعا ويرمونهم إلى الخارج. لا عجب فقط فعل هذا مسلمون بمسلمين. تذكرون بومدين بخروبة عندما قام بطرد 40,000 مغربي، هزهم في شاحنات ديال البني، ماشي حتى شاحنات ديال السلع، هزهم في شاحنة ديال البني وجا كبهم حدا وجدة، قال عليهم أولادهم وعيالاتهم وأموالهم وأرصدتهم في البنوك وأعمالهم ومتاجرهم ومساكنهم سنة 1975. يعني هؤلاء الصهاينة حقدهم على الفلسطينيين أقل من الحقد الأعمى الأرعن المجاني الذي كان عند بوخروب أبو مدين على المغاربة المساكين اللي كانوا جالسين معاه في الجزائر سنوات وعقود، مزوجين جزائريات والدين وليدات وعايشين وكيساهموا في الاقتصاد وفي المجتمع الجزائري، ولكن فقط اليهود ينتظرون تتغير الأوضاع. تذكرون عندما تفجرت فضيحة مونيكا لوينسكي في وجه كلينتون وسخرنا مع الساخرين نحن الأغبياء البلداء، وعرفنا فيما بعد الذي فجره ونتنياهو واعترف بذلك وافتخر به في الكنيسة. لماذا فعل هذا؟ لأن كلينتون لم يقبل أن تقوم إسرائيل بتحريك طائرة F-16 فارغة من القذائف غير مزودة بالصواريخ فوق سماء غزة لتخويف سكانها، وغضب وشي متاق وقال أنا لم أعطي إسرائيل F-16 لكي تهدد بها المدنيين، فأغرقوه في فضيحة. لم يشفع له بعد ذلك أنه انبطح انبطاحا كليا، وزوج ابنته الوحيدة ليهودي وتصهين أكثر من الصهاينة لعلهم يرضون عنه، ولن يرضوا عنه لأنهم لا ينسون أبدا أدنى موقف تقوم به معهم. اليوم هم يهاجرون منذ 1922 من بلاد المسلمين ليقيموا دولة في إسرائيل، ثم يعودون إلينا بكل وقاحة لا ليعتذروا أو يستحوا، وإنما ليطالبوا بممتلكاتهم بمليارات الدولارات التي تركوها في اليمن والمغرب وتركيا والجزائر والعراق بلا حياة. يذكرونني بقولة السفسطائيين التي يمثل بها سقراط للفكر السفسطائي، السفسطائي الذي قتل والديه، فلما أخذ إلى القاضي ليحاكمه قال له سيد القاضي إنني أطالب بالتمتع بظروف التخفيف لأنني يتيم، وقتل والديه ويريد استثمار يتمه لكي يحصل على ظروف التخفيف. الصهاينة يخونون أوطانهم ويتركونها ويذهبوا لاغتصاب فلسطين والاعتداء على أهل فلسطين
ونهب ثروات وخيرات ومياه وأرض فلسطين، والتمكين بالشعب فلسطين واستعمار فلسطين وإنشاء دولة تغصب في فلسطين اسمها إسرائيل، ثم يعودون بلا حياء يتمطون يمسحون عوارضهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تمسحوا عارضيك بمكة، نطالب بأملاكنا العقارية وأموالنا التي تركناها في بلادكم وقد غادرناها نحن لكي نغدر بكم وبإخوانكم ومقدساتكم لكي نهينكم وننتهك هذه المقدسات ونعتدي عليكم ثم نعود لنطالبكم بالتعويض. والله وحده أعلم إلى أين سيصل السلف والغرور والوقاحة الصهيونية إذا استمررنا في تذلل بين أيديهم والانبطاح على عتباتهم والتطارح على أبوابهم. لست أنا من وصفهم بالوقاحة، يهودي آخر أيضا ولكنه يهودي شريف، وعلى قلة أولئك الشرفاء كلهم رجال أبطال وعلماء ولهم مواقف الله جعلهم شهداء على قومه وشهد شاهد من أهلها. فرانكلين فيلغنشتاين المتخصص في قضية الهولوكوست ولو كتاب ضخم اسمه ما يفوق الوقاحة، ما يفوق الوقاحة سوء استخدام اللا سامية أي معاداة السامية. اكتفي بهذا القدر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.